إنك لعلى خلق عظيم. أين نحن من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ صواريخ إيران وتركيا في كردستان، حوار استراتيجي مطلوب. الغرب متورط في مظاهرات الحجاب في إيران. ابقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحبيب الذي في مدحه شرف وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي، صلى الله عليك يا رسول الله. نحن نستقبل بعد أيام ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا سنستفيد من الاحتفال بذكرى الميلاد أو المولد النبوي الشريف؟ طبعا هنالك شبهة دائما ما تثار وأثيرت في الأيام القليلة الماضية أثناء زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام. هذه الشبهة يقف خلفها أو تقف خلفها المدرسة الوهابية، مدرسة أولئك الذين دائما لا يعيرون أهمية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستمعون له ولا يطيعونه، لكنهم في نفس الوقت يثيرون الشبهة دائما على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هو أن أتباع منهج أهل البيت عليهم السلام يولون اهتماما كبيرا بأهل البيت، لكنهم لا يهتمون كما ينبغي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا في استشهاده ولا في ميلاده. والحال أن هذا الأمر مردود ببساطة، لأن نفس المملكة العربية السعودية تضع عقبات كثيرة فيما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا في نفس الوقت لاحظتم أنتم خلال الزيارة الأربعينية على سبيل المثال، بعد أن انتهت مباشرة ذهب نحو 6 ملايين زائر فقط إلى مرقد الإمام علي عليه السلام لإحياء ذكرى استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هو هدف كبير فيما يتعلق بالتركيز على محاولة الفصل بين أتباع الرسول وهم أيضا أتباع أهل البيت عليهم السلام، وإيجاد هذه الإثنينية وهذه الشبهة. الآن نحن نستقبل ذكرى الميلاد النبوي الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علينا فقط أن نتذكر أمامنا الأخوة في اليمن كيف يحتفلون بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل اليمن، هذا مثال أمامنا أيضا نحن نستفيد من هذا المثال. وطبعا في العراق أيضا هنالك احتفالات على قدم وساق، بل في الجمهورية الإسلامية هنالك أسبوع كامل سمي وأطلق عليه باسم أسبوع الوحدة للاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اليمن كما تعلمون دخل أهل اليمن إلى الإسلام في الجمعة الأولى من شهر رجب، هم أيضا يحتفلون، وشوفوا بعد فترة بسيطة سيحل علينا شهر رجب، وفي الجمعة الأولى كيف يحتفل أهالي اليمن بذكرى دخولهم للإسلام، فكيف يحتفلون أيضا بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنا هنا لأتحدث خصوصا فيما يتعلق بما نشاهده في وضعنا في العراق مع كل الأسف. نحن نلاحظ انقسامات كثيرة بين العراقيين، وهذا الانقسام في الطول وفي العرض أيضا، يعني حتى وصل هذا الانقسام إلى البيت الشيعي مع كل الأسف، إلى أتباع مدرستي ومنهج أهل البيت عليهم السلام، الذي يجب أن نؤكد دائما أنهم هم أنفسهم أتباع محمد
صلى الله عليه وآله وسلم. الاهتمام بأهل البيت يأتي استجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العمل بمنهج أهل البيت، هذا موضوع القرآن والعترة، مخلفون فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يشك فيه إلا حاقد أو جاهل. فإذا الموضوع لا يستحق أيضا أن نوليه أهمية سوى التذكير بأن هذه الشبهة تتهافت أمام ما يقوم به المسلمون أتباع محمد وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من اهتمام كبير. وهذا الاهتمام ليس فقط بالمظاهر، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من لوازم الحب هو الاتباع. ماذا نتعلم نحن من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعلمون إخواني وأخواتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا وصفه الله في كتابه؟ شوفوا، تعالوا، الله سبحانه وتعالى وصف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مثلا فيما يتعلق بعقل النبي وبما يتعلق بتكامله الفكري، يقول: ما ضل صاحبكم وما غوى، في سورة النجم الآية الثانية. ووصف فؤاده، قلبه، تعرفون جيدا يعني أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هنالك قلوب في الصدور هي التي يجب أن تنظر بنور الله، وهي التي يصيبها العمى مع كل الأسف عندما يضل الإنسان. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه الله سبحانه وتعالى في سورة النجم أيضا الآية 11: ما كذب الفؤاد ما رأى. بعد ووصف من علمه، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أيضا في النجم السورة الآية 5. وأما عن خلق النبي، وهنا مربط الفرس، هنالك معجزة، أصلا معجزة النبي تتجلى، أو أكبر معجزات النبي تتجلى في خلقه العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، في القلم الآية 4. ووصفه بأعظم وصف عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأنبياء 107. هذا محمد صلى الله عليه وآله، محمد خير من يمشي على قدمي كما يقول البصيري، محمد سيد الأعراب والعجم. إنك لعلى خلق عظيم، أنت فقط روح فكر في هذه الآية، ادرسها من الناحية اللغوية وبعدين طبقها على الميدان العملي لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ستجد أن محمدا صلى الله عليه وآله تربع على عرش الأخلاق. الأخلاق مو بس هي صفة ملازمة له، لا، صفة ملازمة ثابتة هو فوقها، إنك لعلى فوق هذا الخلق العظيم. لكن لماذا نحن عندما نزعم بأننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نزعم بأننا من شيعة علي بن أبي طالب في العراق، أنا أذكر على مواقعنا في العراق، شوفوا حجم البذاءة الذي يشيع في صفوف أولئك الذين يختلفون معك وهم يزعمون أنهم أيضا مثلك مسلمون يحيون ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون نحن أيضا من مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين تعلموا من رسول الله محمد الذي يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، مو معنى لم يكن مؤدبا، أدبه فيما يتعلق
عفوا بمقتضيات الرسالة. نحن أمام قضية عذرا إخواني، نحن أمام قضية كبيرة وخطيرة، هي قضية كيف نستفيد من أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف قضية هذا التأكيد، تأكيد بعد تأكيد على أخلاقه العظيمة باستعمال أولاً إن، بعدين لام التوكيد، بعدين صيغة الوصف على خلق، لتدل على رسوخ هذه الصفة وثباتها في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أنه تمكن من هذه الأخلاق واستعلى عليها وجعلها تحت سلطته وتحولت إلى ملكة وسجايا. لماذا نحن إذن لا نتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه؟ وهي قضية الأخلاق تؤدي بالنتيجة إلى أن تلتزم بباقي تعاليم الإسلام. القرآن يؤكد على موضوع الأخلاق، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما يقولهم قولوا البذاءة، عندما تختلف مع أخيك قل التي هي أحسن. وهذا رسول الله. صواريخ إيران وتركيا في كردستان، طيب ماذا عن الحوار الاستراتيجي المطلوب للتخلص من مثل هذه الصواريخ أو هذا القصف أو هذه الطائرات المسيرة التي قامت في الآونة الأخيرة باستهداف مقار لأحزاب كردية معارضة تعمل داخل الأراضي العراقية، تحديدا في كردستان العراق، وهذه الأحزاب تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية، وطبعا أيضا فيما يتعلق بتركيا أيضا هنالك حزب العمال الكردستاني، والذريعة الدائمة هي أنه هذا أيضا يقوم بعمليات تزعزع الأمن والاستقرار في تركيا، مع أن هنالك فارقا كبيرا في موضوع الإيراني والتركي، حتى لا نتهم بأننا نكيل بمكيالين. يجب أن نقول أن قضية بقاء العراق أو تعرض سيادة العراق للقصف المستمر من الأتراك ومن الإيرانيين، وأقول هنالك فارق كبير بين الموضوعين، هو عمل يجب أن نضع له حدا، وهذه مسؤولية الحكومة العراقية وطبعا مسؤولية حكومة إقليم كردستان. بس فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، مسائل الحدود، هذه ترتبط أساسا بالحكومة المركزية، طبعا أيضا لها صلة مباشرة بوضع إقليم كردستان. أولا، لماذا لا تسمح حكومة إقليم كردستان بانتشار قوات عراقية من الجيش العراقي في مناطق الحدود المشتركة مع إيران والمشتركة مع تركيا؟ هذا أمر يجب أن ننتهي منه. وبعد ذلك أيضا، لماذا نعطي مبررا لتركيا ونعطي مبررا لإيران لكي تقصف أراضينا؟ وأقول مع الفارق، وهسه أتحدث لكم عن موضوع الفارق. بس ملاحظة مهمة، اليوم طبعا لاحظتم، أو أنتم خلال هذه الأيام القليلة الماضية لاحظتم أن العراق استدعى السفير الإيراني وسلمه مذكرة احتجاج، وهذا عمل دبلوماسي دائما تقوم به الدول، ما في مشكلة. بس تدرون يا إخواني وأحبائي، عدد العمليات التي تنفذها القوات الإيرانية داخل المناطق الكردية العراقية لا يمكن مقارنته بعدد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية. القوات التركية قامت بأكثر من 22,700، أكثر، هذا تقرير رسمي لوزارة الدفاع العراقية، هسه أنقل لكم إياه، داخل الأراضي العراقية، بينما الحكومة العراقية قدمت مذكرات احتجاج من باب رفع العتب حتى مع إيران، يعني إحنا أصدقاء إيران ونحب إيران، أقولها بكل صراحة،
أيضا من باب رفع العتب، لأنه أنت سد الذرائع مقدم على جلب المنافع، أنت يجب أن تغلق هذا الباب وترتاح. الحكومة العراقية قدمت بحدود 300 مذكرة احتجاج إلى الحكومة التركية. وين 300؟ وين 22 و700؟ 22 ألف، يعني بحدود 23 ألف عملية اعتداء. هاي واحدة. اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية لم تدن أبدا الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، حتى عندما صارت هاي القضية الأخيرة وقتل المدنيون السياح ما شفنا الولايات المتحدة الأمريكية دانت. بينما هنا في هذه القضية، قضية إيران، لأن الموضوع له صلة بالعنجهية الأمريكية، بالسياسة الاستكبارية، بمحاور واستقطابات وتحالفات، الحكومة العراقية تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان، وتستخدم عبارات يعني أصلاً بعيدة عن العرف الدبلوماسي. شوفوا، تقول ندين بشدة استخدام إيران للصواريخ البالستية وهجمات الطائرات بدون طيار على إقليم كردستان، وباعتباره هذا يعني يعتبر انتهاكا غير مبرر لسيادة العراق وسلامته، على أساس هم الأمريكان لم ينتهكوا سيادة العراق وسلامته. أخباركم ذاك اليوم، هاي قصة الفتاة لا تزال يعني دمها حار، زينب عصام الخزعلي التي قتلت بالرصاص الأمريكي، قوات أمريكية محتلة. بعدين في نهاية البيان الرسمي، هذا على موقعهم الرسمي، ها أقرأ لكم: إننا نقف إلى جانب شعب وحكومة العراق في مواجهة هذه الاعتداءات الوقحة على سيادته. زين، لماذا لم نشهد مثل هذه العبارة مع الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية؟ بعد شوفوا البيان اللي أصدرته الحكومة العراقية فيما يتعلق باستدعاء السفير، وكيف الإيراني، وكيف تعاطت معه وسائل الإعلام التي اعترفت هذه الوسائل بأن هنالك قوات أمريكية قتالية تعمل داخل الأراضي العراقية. أقرأ لكم هذا النص. هذه الصحف عديدة، أنا أخذ هذه الصحيفة. نقل، يقول: وقالت بعدما نقل خبر استدعاء العراق يستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على الهجمات في المنطقة الكردية، استدعى العراق السفير الإيراني كذا يوم الخميس. بعدين يقول: أطلق الحرس الثوري الإسلامي وهو في كذا 73 صاروخاً بالستين و20 طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وقالت القيادة المركزية في البنتاغون الأمريكي، هاي العبارة شوفها زين: الجيش الأمريكي أسقط إحدى الطائرات المسيرة بعد أن بدا أنها تشكل تهديدا للقوات الأمريكية المتمركزة في العاصمة الإقليمية أربيل. زين، مو قلتوا بأنه بوي احنا انسحبنا وحولنا قواتنا إلى مدربين ومستشارين، قوات تطلق النار وتسقط طائرة مسيرة كما يقولون؟ هذا أيضا بالإضافة إلى مقتل الفتاة زينب وغيرها من العمليات العسكرية التي تؤكد أن القوات الأمريكية لا تزال موجودة قتالية في داخل الأراضي العراقية. شوفوا، عندما هذا يوم الأربعاء، هذا تقرير مقال للمركز العربي في واشنطن دي سي يوم 28 أيلول، هذا يتحدث بالتفصيل عن هذه العملية التي قامت بها أو العمليات المستمرة للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، ويتحدث عن أهمية أو أنه هذه العمليات تعطي الذريعة
لمن يسمونهم بالميليشيات، يعني فصائل المقاومة، لكي ترد على القوات التركية الموجودة في الأراضي العراقية. يقول: وفق تقرير رسمي صدر مؤخرا عن وزارة الدفاع العراقية، أنشأت تركيا أكثر من 100 قاعدة عسكرية وبؤرة استيطانية في العراق. أكثر من 100 قاعدة عسكرية. ليش أقول لك أكو فرق ما بين القصف التركي والقصف الإيراني؟ ما عندك قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية. تمتد هذه البؤر الاستيطانية، حط عليها خط، تمتد حتى 105 كيلومترات من الحدود، كما نشرت أكثر من 4000 جندي إلى جانب المدفعية الثقيلة والدبابات والمروحيات. يعني احتلال احتلال. يقول: على عكس ما حدث في الثمانينيات، لم تطلب أنقرة موافقة بغداد على التوسع الأخير في أنشطتها عبر الحدود. يعني غصبا عليك دخلت القوات التركية وقاعدة تمارس عملا استيطانيا تغيير الديموغرافيا الموجودة في شمال العراق. زين، هذا كله هذا ما يحتاج أن تقومون على الأقل تقول يابا مثل ما أطلقنا حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقلنا بأنه تم الاتفاق على تغيير اليونيفورم ومهمة القوات من قتالية إلى مدربين، وعلى الأقل أطلق حوارا استراتيجيا مع تركيا ومع إيران، ماكو مشكلة. وتعال شوف وين العلة. العلة في وجود هذه القواعد، هاي لازم تتفكك وتمشي. زين، العلة في وجود قواعد لحزب العمال التركي، يلا قووا الجيش العراقي وخلي يدخل هو ويطلع القوة الفصائل الموجودة داخل الأراضي العراقية في شمال العراق. حزب العمال التركي العلة وين؟ في حزب كوملة، في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي ثبت تورطه، تورط هذه الأحزاب وغيرها من أحزاب أخرى بيجاك وما بيجاك في عمليات إرهابية تجرى على قدم وساق داخل الأراضي الإيرانية. وأخيرا هاي قضية مهسا أميني، وشفتوا هسه مو هم من يقولوا، هسه شوفوا الأفلام، شوفوا الأفلام 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 اللي تبثها التلفزيونات المعارضة وحتى بي بي سي وغير بي بي سي فارسي، أفلام تؤكد أن الصواريخ الإيرانية استهدفت مقرات عسكرية قتالية لمنظمات إرهابية. يعني خب أحد القادة، هذا فيلم شوفوا، أحد قادة الأحزاب الانفصالية الكردية الإيرانية أثناء ما على البث على الهواء، شلون سجلنا إحنا على الهواء وإجا الصاروخ يمه، يعني في منطقة يمارس منها عمل إرهابي ضد دولة جارة. ليش أقول لك مع الفارق؟ لأن إيران قدمت لك مساعدات، إيران حمت أربيل من السقوط بيد داعش كما قال مصطفى مسعود البارزاني، إيران قدمت الدعم للقوات العراقية لدحر تنظيم داعش، بينما تركيا إيش كانت تسوي ويا التنظيم الإرهابي؟ ابقوا معنا. الغرب متورط في مظاهرات الحجاب في إيران. هذا الكلام ثبت بوثائق عدة، وقامت صحيفة قريبة جدا من القيادة الإيرانية ومن صانعي القرار، هي صحيفة طهران تايمز، يوم الخميس بنشر تفاصيل عن تورط 4 سفارات أوروبية ودولة آسيوية، يعني دولة عربية. هسه ما ذكروا التفاصيل بس ذكروا السفارة الألمانية. هذه طهران تايمز. شو تقول طهران تايمز؟ تقول: أحبائي، أن هنالك 4 دول على الأقل ودولة آسيوية ثبت أنها متورطة في التحريض وقيادة مو بس التحريض، قيادة عمليات الاحتجاج التي جرت في إيران بذريعة الحجاب. وأنا ذكرت لكم في الحلقة الماضية، قلت لكم نقلا عن معهد كارينجي للسلام، المعهد الأمريكي، وهي المعاهد تكتب وتهتم
بموضوع كيف يتم تثوير الشعب الإيراني لإسقاط النظام وتغييره من الداخل، وذكروا قالوا ثلاث أركان رئيسية أيديولوجية لا تزال موجودة في إيران. الركن الأول، لا يزال هنالك عداء للولايات المتحدة الأمريكية، والثاني، لا يزال هنالك عداء للكيان الصهيوني. إيران ترفض التطبيع، بل كل سنة عندها يوم القدس، وفي الأيام العادية أيضا عندها مواقف تحشيد الرأي العام، وتدعم محور المقاومة، تدعم المنظمات الفلسطينية، وهي لا تعترف بدولة قامت غصبا باسم إسرائيل. والركن الثالث هو الحجاب، وقالوا أن هذا الركن هو الأضعف، ويجب استهداف إيران باستهداف الحجاب. الحجاب يعني الغطاء، الغطاء الشرعي، الحشمة، وما ينطوي عليه أو عليها من قيم، استهداف القيم. الرمز الحجاب بالنسبة للمرأة، والمرأة مهمة كما تعلمون. طيب، علمت صحيفة طهران تايمز، وأنا أؤكد أن صحيفة طهران تايمز هي باللغة الإنجليزية وأعرفها جيدا، هي قريبة جدا من القيادات الأمنية. يعني القيادات الأمنية من يعطون هذه المعلومة لديهم وثائق. علمت طهران تايمز أن 4 دول أوروبية وواحدة آسيوية، يعني 5، متورطة، هذا التورط العملياتي، في التحريض على أعمال الشغب والاحتجاجات. وبحسب المعلومات التي تلقتها صحيفة طهران تايمز، كانت ألمانيا في قلب الجهود الأوروبية لتأجيج نيران الاحتجاجات. ألمانيا، حطوا تحتها خط. وعملت السفارة الألمانية كمركز عمليات، كغرفة عمليات تنسق مع الدول الأخرى الأوروبية، وكمركز تنسيق للسفارات الأوروبية الأخرى اللي حكينا عنها بس بذكر اسمها، في طهران، المشاركة في هذه الجهود التخريبية. ليش يابا؟ شنو هالاهتمام بالحجاب، بضرب الحجاب، وشنو هالاهتمام بالتحريض على مظاهرات في داخل الجمهورية الإسلامية؟ بعد الخبر لم يكتمل بعد. علمت صحيفة طهران تايمز أن السفارة الألمانية أقامت اتصالات مع بعض من يسمون بالمثقفين الليبراليين والأشرار الأوغاد. هؤلاء، هذا موضوع دائما يطرح، دائما يستفيدون من ذول، باكو أصحاب السوابق، المجرمين الذين لا يعترفون بالقوانين، شاربي الخمور في إيران، في غير إيران، في كل مكان، وشفتوا حتى في العراق تم استخدام هؤلاء في مظاهرات تشرين وغيرها. وهؤلاء وأفراد أيضا حتى من أسرة المتوفاة مهسا أميني. منو اتصل بهم؟ السفارة الألمانية، هاي كلها مسجلة ومراقبة. وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، اتصلت السفارة الألمانية بعائلة أميني وشجعتها على التحدث علنا ضد الشرطة، وأن تقوم بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية لإبقاء قضية وفاة مهسا أميني دائما في سطح الأخبار. هذه أقول لكم معلومات ووثائق، ما تجي إيران تطلق مثل هذه الاتهامات جزافا بدون وثيقة. هم بعد، كما وعدت السفارة الألمانية أفراد عائلة أميني بأن ألمانيا ستحميهم. روحوا طلعوا على التلفزيونات واحكوا، أبوها طلع قال يا أبا ترى بنتي مصابة بورم دماغي كذا، من يطلعوا بقناة فارسية بتصدر مثلا من لندن يريدون منه يغير كلامه. وليش؟ لأن ألمانيا قالت لهم يا أبا أنتوا غيروا، احنا نحميكم، بما في ذلك سنمنحكم الجنسية الألمانية في حال تحدثوا وتمت محاكمتهم من قبل السلطات الإيرانية. أنت احكي ضد إيران، إذا حاكمتك السلطات الإيرانية احنا راح نعطيك بعدين جنسية. خب شو الفائدة؟ أنتم تزعمون أنكم تريدون تغيير النظام حتى تحصل على جنسية ألمانية، لو حتى تبقى في البلد وتكون إيراني وتدافع عن بلدك. بالإضافة إلى ذلك، ألمانيا بالإضافة إلى تورط ألمانيا، هناك تورط من هولنديين في الاضطرابات الأخيرة
بل تم اعتقال بعض هؤلاء. ولعب هؤلاء الهولنديون دورا نشطا في الاضطرابات وفق المعلومات التي تلقتها صحيفة طهران تايمز. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها السفارات الأوروبية في طهران في الاضطرابات في إيران. في وقت سابق من عام 2020 اعتقلت قوات الأمن الإيرانية لفترة وجيزة السفير البريطاني لدى إيران روب ماكير وسط تجمع أمام جامعة أمير كبير في طهران، ووجهت له اتهامات آنذاك بأنه أيضا له ضلع في تلك الاضطرابات، وطلبوا منه المغادرة، وبعدين غادر ورا فترة. حلوها بطريقة دبلوماسية وقالوا يا سمحوا لنا يبقى فترة وبعدين يغادر. الجمهورية الإسلامية أيضا قامت يوم السبت باستدعاء السفير الفرنسي أو القائم بالأعمال الفرنسي. هذا يعني أن فرنسا واحدة أيضا من هذه الدول الأوروبية، يعني بين ألمانيا وفرنسا وطبعا بريطانيا، وإذا نقول هولندا أو دولة أوروبية رابعة أخرى، وطبعا الدولة العربية أيضا معروفة، بس باعوا إلى وسائل الإعلام السعودية وراح تشوفون غرفة عمليات. غرفة عمليات أصلا وسائل الإعلام السعودية أصبحت قاعدة عسكرية أمنية تحرض على العنف، على العنف، ويحرضون يابا هسه حتى في لبنان السفير السعودي ومسؤولين سعوديين يحرضون اللبنانيين روحوا اطلعوا مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في بيروت. أحبائي، هذا درس لنا في العراق، أن هذه الدول لا تريد مصلحة الشعب الإيراني، بدليل أنه بعد مباشرة مثل هذا التورط الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين يرسلون إشارات إلى إيران، تعالوا نتفاوض على موضوع العودة إلى الاتفاق النووي. شنو يعني هذا؟ يعني هذا أنه هذه المظاهرات اللي هم يعرفون جيدا ووصلوا إلى قناعة، يعني أنت من تقريبا صار لك من 1979 تمارس أقصى أنواع الضغط وأقصى أنواع الضغط على الجمهورية الإسلامية، ووصل الأمر إلى تحريض صدام ودفع إلى الحرب على إيران وغيرها من الاضطرابات التي تدعو إلى تقسيم إيران وفصل الأقاليم بعضها عن بعض. والجمهورية الإسلامية باقية وقوية، وهذا الأمر يعني مجرد ممارسة ضغوط. انتوا شوفوا النفاق الأمريكي، من اللي فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية ووصفوها بأقصى عقوبات الضغط، وبعدين يجون شو يقولون؟ نحن نتعاطف مع الشعب الإيراني. هو اللي يتعاطف مع الشعب الإيراني يفرض عليه عقوبات، يحاربه في الدواء، يحاربه في الغذاء، يمنع عليه أن يحصل على لقمة العيش، ويقول لك بعدين والله إيران عندها أزمة اقتصادية، مع ملاحظة أن إيران تمكنت بفضل الله وبفضل القيادة الرشيدة للإمام آية الله السيد علي خامنئي من إجهاض مشروع العقوبات. أصبحت مشروع العقوبات غير مجدي. هو ليش يريدون الآن العودة إلى الاتفاق النووي؟ لأنهم وثقوا وتأكدوا منذ 2018، يعني بعد الانسحاب طبعا الأمريكي من الاتفاق النووي وقبلها، أن إيران قادرة على الصمود وعندها اقتصاد قوي بفضل الله تعالى، وبعدين استطاعت الآن أن تكسر هذه العزلة التي أريد لها أوروبيا وأمريكيا. على فكرة حتى في خضم العقوبات الأمريكية كانت الدول الأوروبية لديها علاقات مع إيران، بس تحافظ على شعرة معاوية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأن يبقى هذا الاتفاق النووي رغم الانسحاب الأمريكي. وإيران راحت سوت علاقات مع دول أخرى في العالم، عضوة الآن في منظمة شنغهاي، سيتم تفعيل هذه العضوية في الاجتماع القادم في الهند. إيران عضوة في راح تصير عضوة في البريكس. إيران الآن لديها إمكانات كبيرة لأنها قالت لا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا درسنا في العراق. في أمان الله.